تبقى نبقى صراصي في شوخيات متخبى افتغرق انفاسك مكب بصهر كل منصعد انفاسي نسكر في راسك من راسي قرب نهبل يا قطير تعسل سارح بذاتي بالمهل انت الروح انت العقل انت عشق مسلسل من ممل انت غرق قياسي وقاسي انت حماق حرفي كل راسي انت منبع احساسي منك وبيك مقاسي وكل يوم مقطرك مكاسي. تحية للجمهور الكريم، مبروك التكريم المستحق لفنانينا الكبار، شكرا للمنظمين على إتاحة هذه الفرصة لمعانقتكم. مسألنا شعر، مسألنا عشق، مسألنا سلام إن شاء الله. ولأننا في مارس سنتكلم بصوت المرأة، ونعرف أن المرأة أصوات كل لها موقفها من خلال الرجل، اللي كيتهلا فيها كيصيب القلب الكبير، واللي ما كيتهلاش فيها كيصيب. إذا بالنسبة للمرأة اللي تهلا فيها الرجل وصينا ديك العشرة موفى، إذا غتكون موجودة أصوات المرأة القوية والمرأة العاشقة الوفية. وخلق البرهيف، وخلق البرهيف عمر ما كان ضريف جدا وكيف الريح، وخا الميكروفون راح يمشى. أولا بأن أتواجد بهذا الإقليم اللي هو ليونا الإنفاسي، وكذلك أن أتواجد في هذا النشاط اليوم وسط مجموعة من المبدعين والفنانين ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى آخره. سعيد جدا كذلك أن أتواصل مع مجموعة من الوجوه والأصدقاء، ربما هذه أشار إلى الجانب الفني، أنا كنقول ليه بأن المسؤولية في الإدارة كتقتل الفن، لأن واحد الوقت في المسار العلمي ديالك خصك تحسن إما الفن يا إما الإدارة، ولكن إذا مشيتي في الإدارة مشى الإبداع مشى الفن مشى كلشي. جميع المشاريع أنا هذه الشخصية اللي عندي راه معطلة واقفة، حتى الاتحاد الوقيل على التقاعد أو الاتحاد على مقبرة ديال الغفران. الله يبارك فيك. إذا هذا اليوم هذا هو يوم أملي و سعيد هوبل المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بمديونة. احنا اليوم كنديروا واحد الاحتفال بمناسبة 8 مارس، وشراكة ما بين المديرية وما بين المجلس المسير لجامعة استيط مليل،
وإدارة المركب الثقافي والاجتماعي كذلك تيتم الليل، وهي محطة أننا استضفنا فيها مجموعة من الوجوه سواء النسائية أو من الوسط الفني الإعلامي. احتفينا كذلك بشخصية نسائية اللي كانت عندها واحد الحظوة وتفوق سواء في مجال القفطان، في مجال الموديليزم، في ملكة الجمال كذلك، فنانات مغربيات. ولكن اللي كان جميل اليوم وهو أن النساء كرموا كمال الكاظمي اللي هو رجل. هاد العادة ما عندناش، لأن المفروض عندنا الرجال هما اللي كيكرموا النساء في 8 مارس، ولكن اليوم شفنا 8 مارس النساء كرموا الفنان الشعبي المحبوب كمال الكاظمي. وأنا سعيد جدا، يعني كنشكر للناس ديال الإعلام ولا ديال السلطة ولا ديال الإدارة ولا كل من اشتغل على إنجاح هذا الحفل هذا، باش هذه المحطة هذه نبقاو على الأقل دائما كنستحضروا فيها الدور ديال المرأة، الموقع ديالها، الوضع ديالها إلى غير ذلك. معكم فتيحة المير من مدينة برشيد، جيت اليوم لتيتم الليل مركب ثقافي احتفاء ب 8 مارس بالمرأة. شاركت بمشاركة زجالية بصوت المرأة على اختلاف مواقفها، وشاركت الإخوان ديالي التكريم ديال عدة فنانين منهم كمال كاظمي، منهم الجمال المغربي اللي بارز في ملكة الجمال من مختلف مدن المغرب. ويعني واليوم حنا فرحانين بهذا اللقاء هذا، وكنشكروا الجمعية المنظمة على هذا الاحتفاء هذا، وشكرا. سعيد من مدينة سلا، كنشكركم بزاف، وأنا سعيدة على التتويج ديالي القفطان المغربي، وكنشكر الجمعية اللي نظمت هذا الشيء، وإن شاء الله القفطان غادي يوصل للعالمية إن شاء الله، وشكرا بزاف. المشاركة كانت زوينة وعجبتني، وقلت ضروري خصني أنا نشارك مع ملكة الجمال ومع سفيرة القفطان، والحمد لله كان نجاح كبير، وكنتمنى التوفيق ومسيرة موفقة. حاجه الف مبروك للمراه على النهار ديالها اللي كيحتفلوا به، واخا ما واخداش الحق ديالها، مي نقول بون فيت لينا كاملين كعيالات. ونسبيرون المراه المغربيه تاخذ حقها، باسكو انا كنشوف المراه المغربيه ما واخداش حقها 100% في جميع المجالات، ني الخدمه ني التعليم ني الحقوق ديالها، كابسط الحقوق كنشوف ابسط حقوق ما عندهاش كاملين، يعني يمكن واحد النسبه ديال 30-40% اللي واخدين الحقوق ديالهم ولو غيست ما. ولكن كاين الحمد لله كاين واحد التقدم، كاين واحد التحسن. كاين تحسن يمكن يمكن في لي فيل في المدينه، مي باقا المراه في القريه باقا مهضوم الحقوق ديالها، باقا ما وصلش للتعليم، باقا ما وصلش للحق ديالها بزاف الحاجات، كابسط الامور انها تمشي تجبد وريقاتها ولا انها تدافع على راسها، ولا باقي بزاف ما كاينش عند هذا الحق هذا مالوغوزمون. شكرا، يمكن انا فرح.